بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب. النهاردة هنكلمكم عن السيفون المستخدم لبطاريات الدواجن سواء التسمين أو البياض، ويستخدم في التربية الأرضية لخطوط النبل. السيفون اللي هنتكلم عن مقاساته، هنتكلم بيشيل كام لتر، هنتكلم عن طريقة استخدامه. قبل ما نتكلم ياريت تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو. طبعا السيفون زي ما انتم شايفين، اول حاجة له بيان هنا يورينا كمية المية، وده مهم جدا في شغل البطاريات. اللي اشتغل بطاريات يعني ممكن ما ياخدش باله ان السيفون المية خلصت او المية قطعة او مكتومة او عندنا السيفون بيشيل بالظبط لحد العلامة دي 12 لتر غير المسافة دي. السيفون مقاسه ارتفاعه كده 30 سنتي وكده 30 سنتي وجوه 20 سنتي. من تاني 30 سنتي في 30 سنتي في 20 سنتي. طبعا احنا عاوزين مثلا يعني السيفون يعني طريقة تركيبه هو حاجة بسيطة جدا، له اتنين حامل في الظهر، واحد اتنين ده بيركب على البطارية كده على السلك بتاع البطارية، او ممكن نعمل له حامل كده يركب هنا، او لو تربية ارضية هنعمل له عمود وعليه حامل ويركب بالطريقة دي. ده بالنسبة لطريقة الايه التركيب. طبعا هنا فتحة دخول المية، فتحة دخول المية اللي هي متصلة بالايه بالعوامة، وهوريكوا دلوقتي ازاي. ده السيفون من الداخل، دي العوامة. العوامة اخرها عند البيان، اخرها عند الايه عند البيان اللي هو يعني بيشيل الايه ال 12 لتر. دي الفتحة اللي هي بينزل منها المية للخط البطارية او الخط التربية الارضية. اللي جوه ده عبارة عن يعني بيتم من خلاله تنظيف السيفون، بيتم من خلاله تنظيف السيفون. طبعا في اتنين جوان هنا، ده السيفون وشرح كامل ليه. وده المنظر من تحت، سيفون كبير ما شاء الله. السيفون زي ما قلنا مستورد شركة عرب جروب.